ذات القدرت أنا أسويها، لأن الكتب دي كانت مخزنة لمدة طويلة جدا، مدة 20 سنة الفاتت بكل أسف، وفقدنا فيها أشياء كثيرة جدا، وهذا ما استطعنا أن ننقذه. الصور، اللوحات اللي بتشوفوها هنا كلها هدايا من فنانين تشكيليين، أنا وبتي كان كرمتنا مجموعة من المثقفين والأدباء والكتاب. إذا لفت نظركم هذه الأوراق المانيوسكريبتس دي كلها تحتوي على بعض المخطوطات اليدوية والمصورة اللي هي فيها صور مختلفة لأشعاره وهو بيكتبها ولمقالات وكده، ونحن هسه شغالين فيها حتى وإنه نقدر نعمل لها يعني نحتفظ بها بطريقة كويسة. معلش المكتبة الجايطة دي مكتبتي أنا، ده تدريس اللغة الإنجليزية، وأنا يعني أصلي عايشة على هامش محمد عبد الحي، من يوم ما تزوجنا الناس نسوا إني أنا معلمة لغة إنجليزية. دي صورنا أنا وعيالي مع محمد عبد الحي في مراحل مختلفة من حياتنا، وهنا يعني من أهم الصور دي صورة الحفيد الصبي الأول، الحفيدة الصبية البنت ما موجودة هنا، لكن ده محمد وضاح محمد عبد الحي، وهو شبيه جدا بمحمد عبد الحي لما كان في هذه السن. هذه لوحة جميلة جدا الحقيقة، أهداء لنا الأخ حسين جمعان، وحسين جمعان ربنا يديه العافية، هو معنا في كل مراحل حياتنا بعد وفاة محمد عبد الحي، لم يغب عنا أبدا على الإطلاق في كل المناسبات، وأهدانا هذه اللوحة بمناسبة إحياء مكتبة محمد عبد الحي. هذا هو الركن الذي نحتفظ به كذكرى لمحمد عبد الحي، فقد كان يجلس على هذا الديسك، اشتراه من مكان ما هو والمكتبة، وكان باستمرار دي أول مقتنياتنا كانت في بيتنا عندما تزوجنا، وكان باستمرار يجلس على هذا الكرسي وهذا الديسك، وده الراديو اللي صاحبه طيلة أيام مرضه في إنجلترا، وهذه كرة البلح كانت باستمرار تكون مليانة بلح، وصحن الحنة جابوا من الحجة نصرة وعلتي ربنا يرحمها، فكان بعز الأشياء القديمة دي جدا، عنده مجموعة منها وباستمرار كانت بتكون معه. المصحف الشريف هدية من الأخ دكتور مدثر عبد الرحيم، الله يديه العافية ويشفيه ويعفيه إن شاء الله. دي مكتبة محمد عبد الحي الأساسية، هذا الدولاب كان اشتراه محمد ويهتم به جدا، وقدرنا نخد بعض الأشياء الأساسية اللي كتبها اللي ما تبقى لنا من المطبوعات الكتب المنشورة لمحمد عبد الحي. بقية الأشياء دي مصاحف مخطوطات قديمة كان بيحتفظ بها، بعضها يخصه وبعضها يخص الوالد موسى السعيد رحمه الله، كان يحتفظ بها محمد عبد الحي، أخذها من الوالدة وبيهتم جدا بأنه بصيانتها وكان حيغلفها وكده، سبحان الله أراد الله أن يذهب قبل أن ينجز كل هذه الأشياء. جينا واحدة من بناتنا متخصصة من دار الوثائق، الآنسة أم سار، شغالة لي في المكتبة دي لها حسة تقريبا 6 شهور، فعملت لها تصنيف وترقيم لكل الكتب، وحاليا بتعمل في برنامج حتى وإنها تكون مفيدة، لأنه لاحظت إنها المكتبة مكتبة بتاعت ريفرنس يعني مرجعية، فبتنفع الطلاب الأدب المقارن واللغة العربية واللغة الإنجليزية. عموما الباب مفتوح لكل من عنده رأي، يعني مكتبة بالحجم ده ممكن يستفيدوا منها الناس كيف يعني، ونحن تحت الخدمة إذا عايزين نفتحها كل يوم، أنا ما عندي مانع بنفتحها هنا، وباخد باخد لي حافظة شربات كركديه إن شاء الله، والداير يجي يقرأ ويصور في كمبيوتر وفي آلات تصوير وكده، فكل طلاب العلم معزومين لأنهم يجوا لمكتبة محمد عبد الحي في أي وقت، أهلا وسهلا. مشاهدينا، إذا هي كاميرا مساء جديد كانت من داخل منزل الشاعر الراحل محمد عبد الحي، وتحية أكيد لوالدتك شيراز وعلى حديثها اللطيف والكركديه اللي تبرعت به وعلى الهواء. بس سؤال قبل ما نمشي للتساؤل الموجود معانا من ضمن محاور الحلقة، لماذا الوالدة كانت بتعيش على الهامش يعني؟ وين انتوا كنتوا؟ طبعا طبعا بالمناسبه يعني هي قالت خيال لي، هي ذات بتحب تقول يعني انا طوالي عايشه على الهامش، كده هي قالته يعني انا طوالي عايشه على الهامش، وانا ما اصلا ما اطلع من جلباب محمد عبد الحي ده، وامشي اي حته يصفقوا لمحمد عبد الحي واكون انا اللي تكلمتها. لكن في حقيقه الامر يا تسابيح،
يعني أمي هي المحرك والدافع الأساسي وراء كل الحاصل ده، وراء يعني كل رجل عظيم حقيقي يعني. فطبعا هي القصة بتاعت وراء كل رجل عظيم امرأة ديانة فلسفة. لكن ما بحب وراء دي، لكن عموما جنب طيب جنبا إلى جنب بكتف، لكن هي عموما يعني هي حقيقي المحرك الرئيسي وراء كل الحاصل ده. يعني في كل ذكرى يعني لمحمد عبد الحي، وقبل أن يعني تصبح أقلامنا يعني ممكن إنها تكتب وتخط كلمات، وقبل ما نبدأ إحنا نحفظ الشعر ونبدأ نقدم لوالدنا يعني بالطريقة الحسة بنقدم بها، هي اللي كانت قايمة بالدور ده ولغاية حسة قايمة به. يعني هي في كل ذكرى عائشة موسى عندها الرز باللبن حقها والحولية، هي جمعت كل الحاجات الرايحة والحاجات الكده، ساعدتها أسرة محبة حوالينا وحوالينا كلنا عبر سنين من الفقد الأليم اللي هو ما قاعد، الألم ما قاعد يقل بالمناسبة بالسنين يعني، لكن وجودهم مهم جدا في انهم هم دفعوا المرأة دي لانها تكون حاسة السبب الرئيسي، ولا انه العودة الى سنها بنحييها اكيد يجي للنور، بنحييها التحية في فلسفة وراء كل عظيم امرأة. تحية لفرقة تراب الكوميديا، عندهم فلسفة طريفة انه كل سيدة تقابل زوجها بالعبوس وبالنكد بين قوسين حتخليه يهرب لعمله وياخذ فيه ساعات كثيرة، فبالتالي يصبح وراء كل عظيم توجد امرأة. نحن بنحيي اكيد الأستاذة عائشة، لأنها كانت عكس كده تماما، نموذج يحتذى به لكل سيدة سودانية، وأنت نموذج يحتذى به لكل ابنة حابة لوالدها ولعمله. حنسمع منك شرف. سأعود اليوم يا سنار حيث الرمز خيط من بريق أسود بين الصدى والصوت، الثمر الناضج والجذر القديم، لغتي أنت وينبوع الذي يأوي نجومي، وعروق الذهب المبرق في صخرة الزرقاء، والنار التي فيها تجاسرت على الحب العظيم. فافتحوا، افتحوا حراس سنار، افتحوا للعائد الليلة أبواب المدينة، افتحوا الليلة أبواب المدينة. بدوي أنت؟ لا. من بلاد الزنج؟ لا، أنا منكم، أنا منكم، تائه عاد يغني بلسان ويصلي بلسان، من بحار نائيات لم تنر في صمتها الأخضر أحلام المواني، كافرا تهت سنينا وسنين، مستعيرا لي لسانا وعيونا، باحثا بين قصور الماء عن ساحرة الماء الغريبة، مذعنا للريح في جمجمة البحر الرهيبة، حالما فيها بأرض جعلت للغرباء، تتلاشى تحت ضوء الشمس كي تولد من نار المساء، ببنات البحر ضاجعن إله البحر في الرغو، إلى آخره مما يغني الشعراء. ثم لما كوكب الرعب أضاء ارتميت ورأيت ما رأيت، مطرا أسود ينثوه سماء من نحاس وغمام أحمر، شجرا أبيض تفاحا وتوتا يثمر، وسمعت ما سمعت، ضحكات الهيكل العظمي واللحم المذاب فوق فسفور العباب. صاحبي قل ما ترى بين شعاب الأرخبيل، أرض ديك الجن أم قيس القتيل، أرض أوديب ولير أم متاهات عطيل، أرض سنغور عليها من نحاس البحر صهد لا يسيل، أم بخار البحر قد هيأ في البحر لنا مدنا طيفية رؤيا جمال مستحيل. وسألت ما سألت، هل ترى أرجع يوما لابسا صحوي حلما، حاملا حلمي هما في دجى الذاكرة الأولى وأحلام القبيلة، بين موتاي وأحلام أساطير الطفولة؟ أنا منكم، أنا منكم، جرحكم جرحي وقوسي قوسكم، وثني مجد الأرض وصوفي ضرير، مجد الرؤيا ونيران الإله. فافتحوا، افتحوا حراس سنار، افتحوا للعائد الليلة أبواب المدينة، افتحوا الليلة أبواب المدينة، افتحوا الليلة أبواب المدينة. جميل هيك على أدائك وصوتك الجهور المنخفض، هي خفضاه وعلى آخر درجة لينا نحن في الاستوديو. من باب الفضول، أنت بتكتبي شعر؟ أنت شخصياً عندك محاولات شعرية؟ لا.
لا نهائي تخيلي. جميل يعني احساس انه انت فعلا شاعره وعندك طريقه القاء جميله جدا بعشق يعني. جميل استاذ مكدوب، يمكن دائما بالحديث عن عظام الشعراء عندنا والكتاب الروائيين بنتحدث عن ثقافة المكان لديهم يعني، ومن ساهم في انه يكون عندهم إلمام معرفي بكل تراث شعبي لمنطقة معينة وفلكلور لمنطقة أخرى. الراحل محمد عبد الحي والده جد شيراز كان بيعمل مهندس في المساحة، ده أتاح له فرصة التنقل في السودان في ربوعه المختلفة والاحتكاك كمان بثقافات مختلفة. أنا أعتقد أنه من حسن حظي كنت أعرف المهندس عبد الحي محمود بحكم أنه نفسنا كنا يعني نسكن قريبين، وبحكم أنه كنا في مدينة واد مدني جميعا يعني، فالبيئات التي تنقل فيها عبد الحي محمود فيها بيئة جبال النوبة، اشتغل في الدامر وكان محمد معه، وأيضا في جبال النوبة وفي واد مدني قضى فيها سنوات يعني يمكن أكثر من ما يقارب 30 سنة قضاها في واد مدني عبد الحي محمود. فالمكان له وقعه الخاص وله سحره وله تفرده وتميزه. البيئات محمد عبد الحي عنده ميزة يعني غير موجودة عند يعني كثيرين يعني. محمد من أوائل الذين اهتموا بالتنوع الثقافي في السودان، وهذا يشهد به الكثيرون من أبناء المناطق التي يتحدثوا أحيانا عن التهميش الثقافي أو غيره. محمد كان واعيا بهذه المسألة إلى أبعد حد، التقط من وقت طويل يعني، من وقت طويل لأنه عايش هذه البيئات المختلفة. وأعتقد أنه أيضا في البيئة في مدني كان هناك ذلك التمازج والتلاقح بين المجموعات السودانية المختلفة الموجودة في مدينة واد مدني، وعلى فكرة من مؤسسي وهو في سن صغيرة جدا جدا من مؤسسي رابطة أدباء الجزيرة عام 59، ويمكن في الوقت ذاك عمره لا يتجاوز 14 أو 15 سنة، وكان معه الناخد صديق محيشي والأستاذ الراحل عمر محمد الحاج والبروفيسور عصام البوشي. ومدني نفسها عاصمة الثقافة والجمال يعني، خرجت نعم مبدعين في مجالات مختلفة في ظروف فنون أكثر اختلاف. فهو اهتم بالتنوع الثقافي، وعندما صار مديرا لمصلحة الثقافة اهتم اهتماما كبيرا جدا بإنشاء مراكز ثقافية أو جماعات ثقافية في الدمازين وفي الفاشر. يعني لاحظ دلالة هذين المكانين على ضوء ما إنه دي أطراف كانت في السودان. و طيب برضو غير احتكاكه بالثقافة السودانية والتراث السوداني، الراحل المقيم كان مطلع على العالم كله، نال على درجة الدكتوراه في بحثه التفكير والتأثير الإنجليزي والأمريكي على الشعر العربي الرومانتيكي في العام 1972 من جامعة أكسفورد. حنرجع نتكلم عن الموضوع ده مؤكد بالتفصيل أكثر وأكثر، بس نرجع أو نطلع لفاصل إعلاني قصير وبعدين حنرجع للمساء الجديد، خليكم معنا.